على اليوم الخط نصب البروتين ديال النادي النهار هذا والله تبقى هنا بحال كيكا سجل ثنائيات وثلاثيات ورباعيات هاتريك وسوبر هاتريك وسيكون الهداف النرويجي هالاند يسجل ثنائيه الليله ويسجل ثالث اهداف السيتي هرب من هنالك من قبل فودان وغوندوغان وياتي الهدف الثالث فودان استلم فودان سدد رجح الحارس لم يكن خوف يلا خوف مزيان تبان ديرات ديالنا هذه محاولة من جديد وتقدم يأتي من جانب فريق شباب ليفركوزن كارلو موتشرودوي عدى خطير يعود بتمريرة إلى أنجيس موسى ديابي مرة الكرة بعرض الملعب تصدر من جانب كوسورو اللي بيلعب كرة بالأمان على باتريك شيك ولا زالت محاولة لفريق بار ليفركوزن الباحث عن الهدف الأول في هذه الأثناء الآن يلعب على الجهة اليمنى لسكوت هولسون إلى ودوي من جديد والكرة مقطوعة لينيس ودوي عادت مرة أخرى لفريق بار ليفركوزن بانطلاقة تأتي من جانب باتريك شيك ملعوبة تعود إلى الحارس لوكاش رادتسكي يلعب كرة بالأمام مقطوعة عادت من جديد لفراد يلعب تمريرة من أمام نيلسون مقطوعة في اللحظة الأخيرة وصلت إلى موسى ديابي يلعب كرة على الأرض لتشارلز زارانجيس وجه اتجاه اللعب لكارلو موتسون أودوي هي تنتظر مساندة تأتي مساندة من جانب نيتشل اللحظة الأخيرة هذه التمريرة بين أمام ماسوا والعدة كان خطير هذا اللاعب يا رسالة هذه كمال ماسوا وديما سنتا آه يا ممتاز ما طابش المهم غادي نقدم الفوق ونرجع دابا الشكلاط دابا الشكلاط يلا من بعد ما ندير الشكلاط هنا تبانو لا والو ويا ايوا البروتين ديالنا قرب يوشتي قال ايه والو المهم غندورو ليها الشكلاط كامل دابا كوكاو المهم نسوقو شوية كوكاو وحدا في الكرش وحدا فاء هاي دابا سوقنا بكوكاو باقي نزيد نزوقها عندك شي واحد يتعند عندنا ما يقدرش يصوب عليه
ملون هذا فيرميسين. نزيد نزوقها شوية شوية دو الكوك. شوية دو الكوك دابا المهم بعد ما طافت صافي الفينال دابا راه البروتين ديالنا واش دار ديروا ليها اوب نديروا ليها شي تصاورات ونحطوهم نديروا شي فيديو لها يلا بصحة وراحة. عندك شي واحد ينوض يصاوب بحال هادي ما يقدرش طبعا نديرو في الثلاجة المهم ما تبردها شي شوية وصافي نخرجها ناكلها بصحة وراحة وغيدوق نخلي لي حق. ايوا الخوت من بعد ما بردت نحاولو ندوقو شوية نشوفو شنو كي جات. اوب طلعت وعرب الله واو